متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج 100% هوندا. اليوم في الهوند نيوز باش نبداو باول خبر مع منتخب الوسطيات. نحن عندنا ثقه سواء في اللاعبين نتاعنا. لي ريكروتمون نتاع ساقية الزيت كانوا سيبلي من ناحيه دي جون. فما شكون ما عجبهمش الكلام نتاعنا، قال لك كيفاش يقول معناها الرجل اقوى من الناس الكل. هذا فريق كويس، خدم خدمه جباره على مستوى الانتدابات. نجم الساحلي وبعد راك نجم الساحلي تو تشوف فيه معناها اي فريق مشوا لي يربحوا. لكن النجم ديما يقعد فريق كبير، حتى واحد كي يتفرج في النجم الرياضي الساحلي يبدا محمود. تجيش تحط لي اربيتر من الكربون باش يشد ماتش في مجاز الباب. باش يتقدم في باله انه الجامعه راهي نتاع علاقات ولا اجونس دو فواياج راهو غلط. وضعيه التحكيم في تونس ما تنجم تقول تحكي عليها، نجم تقول كان مزري. اقوى مركز في الجامعه التونسيه لكره اليد هو رئيس الجامعه ورئيس لجنه التحكيم. اللي شدوا كره اليد السنين الاخر الكل مو مش ولاد كره اليد، كل صراحه قبل الاربيتر سيتي اون ستار